مريت ايكيا فقلت بسوي نوع محميه، انا احب اركب ثلاث ايكيا، احس مثل حجيه تحل اللغز. شكله ركبنا الهيكل، الحين ركب مغطي بدي. شوف التغطيه، هذه هي القياسات، 60 سنتي في 27 والارتفاع كله 140 سنتي، وزن ذي كله 6 كيلو. هذه شكل النهاية، أربع رفوف طربون، حتى هني مسوي لها فتحات. شوف شبك داخل الشبك، والله شغل حلو خفيف ناعم ما ياخذ مكان نظيف. عندي هذه عقلة تين العراقي يسمونه مسلم، عندي عقلة واحدة بس، فأفكر ناقص منها عين، هذه يسمونها عين، أقصها وأنزلها في الأصيص والباقي والثاني القصن أغرسه كامل. سوى ذي الأخوان العقل الأقصوم، في شيء منهم خضر، أنا بالعمل متعمد لأن يعني لحاجة في نفسي يعقوب. زين هذه كانت ثلاث ست 12 15 واحدة المغربية والهندي. طبعا الوسيط الزراعي ذي اخواني عبارة عن بيتموس كومبوست بيرلايت وشوية رمل زراعي. هذا هني المغربية والهندي، هذه قلنا تين جاسم والعراقي، وهذه ثنتين تين جاسم ثنتين تين العراقي، واحدة غصن كامل واحدة نزلت خذت العين نزلتها مثال ما شفتوا. اليوم طبعا تاريخ 3 فبراير 2022، وحين بوصك عليهم. الحين مفتاح المحمي، الجو تعبان حد. بسم الله ما شاء الله تبارك الله، شوفوهم هذه عقب شهر بالضبط. هذا شوف هني في واحد بعد طالع ثمر، شغلهم ممتاز جدا. طلعت خلال هالشهر كله ثلاث مرات، كل 10 ايام افتح اشوف اتيك الماي، اشوف والله يحتاج ماي اسقيه. فسقيت تقريبا ثلاث مرات، كل هذا الموجود كله سقيته ثلاث مرات في الاشياء، كل 10 ايام مره، ومن احسن ما يمكن. في المغربي نسبه الفشل لا تكاد تذكر، بكل غصن او غصنين هذه واحد، بعد الحين لان هذه خضر كان بالعمال كنت مخليها، وذي الثاني هذه المحميه من برا شوفها ممتازه جدا. هذه تين العراقي، يعني انا عراقي تاريخ 3 فبراير سويتها، شوف ما شاء الله بالثمر مالها اللهم بارك. هذه نفس بس ما طلع شيء، هذه وين هاي راحت؟ هاي نفس ذي العقله قصيت منها العين من هني تقريبا قشرته حطيته لحد الان ما طلع شيء، خله ما عندك مشكله. زين هذه شوفوا، هذه ما شاء الله تين جاسم ما شاء الله بالثمر مال، هذه واحده قدحت، هذه كان ثانيه الحمد لله اضربت امورها طيبه، وهذه الثانيه بعد امورها طيبه، هذه ما فيها ثمر، ما عندي مشكله في الثمر، بالعكس احنا الثمر ما نبي. اما هذه جاسم النجاح 100% لان عندي قصن ما قصيته اثنين، اكاهما من اطيب ما يمكن. وهذه تين بني مسلم عراقي، طبعا اللي ورا بعد التين العراقي مسلم عراقي بني مسلم، لكن انا حاطه متاخر، حاطه تاريخ 22 فبراير. انا اتكلم عن الجدام بس. شوفوني تحت، هذه التين اللي هو هذه تين جاسم. شوف ما شاء الله تبارك الله كانه 100% نجاح، اي 100% بالضبط نجاح. وهذه النوع هذه التوت، التوت الامريكي السكري ذيك الطول، هذه هو نفسه كان بعد ما قصصته قصون، هذه سويته بتاريخ 17 فبراير 2022، فنسبه النجاح في التين 100% ما شاء الله. باقي هني بعد للحين، يعني هذه قصون التوت الابيض 10 قصون اللي نجح فيهم لحد الان سبع، يعني باقي ثلاث بينتجون باذن الله يعني يطلعون بعد. فهذه مبارك الله خلاص نسكر عليه، شوف حتى مال الدمع امورها طيبه تبارك الله، ما بنزلها بخليهم بعد للشهر الجاي، كلهم بخليهم بعد شهر كامل زود. الله يكثر الخير. هذه مهمياتنا اليوم، طاف عليها تقريبا شهر، كان اخر مره صورته كان تاريخ 4/3، اليوم 28/3 مفتاحها لكم. تبارك الله شيء عجيب تبارك الله، الاوراق متفاجرة الله يبارك. هذه النوع اللي هو المسلم العراقي، هذا اللي هني تين جاسم اللي ورا كله تين العراقي، هذه تين جاسم بعد
وهذا التوت السكري الابيض الطويل. الحين ودي انا اسم عليهم لكن هوا هالايام. مشكلة الهواء بيغربلك يعني لازم الحين مارمة بيدوق الهواء على قولتهم الاربعة. انتظر شو بس. ما شاء الله بس لازم اسكها خلاص. ان شاء الله تبارك الله شغل حلو اللهم بارك يا رب.